عليك سلام. هذا ولك اللي نقدر زراعه الشعر. هو هذا سيدي. عافاك بغيت ندير زراعه الشعر. مرحبا على الراس والعين. شنو السميه ديالك؟ مصطفى المسخ. سي مصطفى، واش فايت لك درتي شي عمليه ديال زراعه الشعر؟ لا لا، اول مره غندير. مزيان. وفين عندك المشكل؟ المشكل عندي في صدري. صدرك؟ لا سيدي، انا ما قلتش لك شنو كيضرك، قلت لك فين باغي تزرع شعر. اي في صدري، دابا كاين شي صدري ملط. واخا. وصراحه ما عمرنا درنا هذه العمليه هذه، كنديروا العمليات غير في اللحيه، في الموستاج، في الشعر، زعما ما عمرنا درنا صدري. لا لا، هادشي كامل ما عندي ما ندير به انا. المشكل عندي في صدري، بغيت ندير فيه الزغب. وي، ولاش بغيتي دير الزغب تما؟ انت ماشي انا، راه المراه اللي باغا هادشي. المراه هي اللي باغا تزرع الشعر في صدرها. حتى لا، اجمع فمك، قال لك اش من هاد الهضره. لا، مرتي باغاني انا يكون عندي الزغب في صدري. وشنو عاجبها في هادشي؟ وترى هذاك تامر حسني دعينا الله، دابا كيشتي المراه عندي كتوحم، وهي نهار وماطا كتفرج في ديك فيديوهات كليبات ديالو، هو يدور وكاب صدرو مزغب وحال الصدافي يدور كالشابانت، فهمتي؟ وقالت لك منو الخلاق. تامر حسني. حتى لا، الزغب في الصدر اش من تامر حسني. دابا داكشي علاش انا جيت باش ندير الزغب هنا في صدري. تمشي هي معايا كتوحم، تمشي تحكا وكتنوض لها توحيمه، الدري يخرج مزغب ليا كل سيمانه، غادي نحسن ليه لا بزاف. مرحبا سيدي، مرحبا. قول لي بشحال كتقام هاد العمليه؟ تقريبا غاتجيك واحد 3 المليون. 3 المليون؟ وملي بدا 3 المليون جيب انا تامر حسني بزغب ويبقى يشطح ليه. هاد ولد والله الا قال لك 3 المليون، واش كنزرعو الكيف؟ عمي درا من دوز لي الطبيب اش قال؟ ايوا راه هضر معاك اسيدي، ما سمعتيش؟ انت مسمع ويدوي بالفرنساويه تقول لها هو اللي قاري، ما فهمتوش كاع اش قال. قال لك اسيدي هاد العمليه غادي نحتاجو فيها زراعه ديال 1000 زغبه. 1000 زغبه؟ اييه. مزيان مزيان. واش تي مقبله وهي طراسي لي نفس دري بستيلو كحل؟ واش كيقلب من يدوز الماء للبحيره؟ لا شريف، هذيك غير البلاصه اللي غيكون فيها الزراعه. طراسي البلاصه اللي غيكون فيها. ايوا اش قال؟ مسمع ويغوش. امبوسي امبوسي. ما لقينا واحد المشكل عندك الشريف. اما ما لقيناش منين نهزوا لك هاد 1000 زغبه. وين ما كاينش؟ هو راسي عامر شعر. لا شريف، قال لك انت عندك اسيدي تساقط الشعر، و الى حيدنا لك هذيك 1000 زغبه تقدر تصلع مع الوقت. واش غنديروا دابا؟ غادي نهزوها لك من اللحيه. حتى لا لا لا، الله يهديك الله يهديك. لا لا، اللحيه بلا ما تحادي، و هي محتاج ليها. علاش؟ وهذاك رضوان بن عبد السلام الله يهديه، مره عندي متبعه في ديك انستغرام وقالت لك منو الخلاق. رضوان عبد السلام. حتى لا، الزغب اللي في وجهه اش من رضوان بن عبد السلام. قول لي، عندي شي زغيبات شايطين فيني في ودني ما يليقوش. اي ليقو، ولكن ما كاملينش 1000. عندي واحد حل اخر. اشناهو؟ نجيب لكم المراه يهزوا منها الشعر. لا سيدي، الشعر ديال مراتك رطب وغادي يبدا يطوال لك في صدرك وما غاديش يجي داكشي زوين. حتى لا، ماشي ديال شعرها، وهادي الموستاجا. واه، غتكون عندها 1000 زغبه. ويلي راه واصله شي 8000 زغبه، ساكرا قريبه تضرب الدوره هنا، القادومة ولات عندها كبر من ديالي. وبعض المرات كنكون جالس حداها كنشوفها كيجيب لي الله بحال شي سلامة ابو البنات. لا لا، عندها قوي. ويلا 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 ويلا، واش هادشي دار فيك الطبيب؟ اش هادشي اش هادشي؟ مالك يا شريف؟ قلت لي زرع لي الشعر، مشى زرع لي شي حاجه ماشي تليك، ما تغلط لي مع شي وحده. لا شريف ما تخاف والو، هذاك النفا غير من البنج. حتى انا بنج، انا كنحس صدري مشارجي حليب، انت كتقول لي بنجو. لا ما تخاف والو، غيتفش ان شاء الله. شحال ديال الوقت باش يحيد هادشي باش يتفش؟ شهرين ولا 3 شهور. ويلا، انا شهرين ولا 3 شهور؟ واش انا غنبقى ندور في الحومه هكا شهرين ولا 3 شهور؟ شوف لي فين بات عندكم الله يرجع لك بما تفش هادشي. لا ما كاينش يا سيدي. ما كاينش. ميمتي ميمتي. المرة كنا باغي نمشيو عند تامر حسني غنولي غادي عندها هكا بحال امل صقرو. كنت خايف عليها تحك توحيمه يخرج الدري مزغب. اشنو دابا اش غيخرج ليا؟ خريامي غنولد صفية طالوني ولا شنو؟ ميمتي ميمتي، هادي ما قلتش ليه باغي الزغب في مراودي، اما كون صيفطني كيساعد الشرف. ميمتي ميمتي ميمتي، لا لا، ينقص ليا هادشي، ينقص ليا.